بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا لكم تاني في سلسلة تركات المونتاج باستخدام كاب كات ديسكتوب. أنا غدا مجاهد، والنهاردة هنشرح مع بعض إزاي نحول صورة ثابتة زي ديت لصورة متحركة أو لفيديو صغير متحرك بطريقة سهلة وبسيطة، يعني هتضيف فعلا روح للصور. هنبتدي بالصورة المتعارف عليها اللي دايما الكل بيستخدمها، اللي هي بيت صغير موجود قدامه نار. اللي احنا مطلوب ان احنا نعمله ان احنا هنحرك النار، هنغير حاجات في السماء، هنعمل شوية تعديلات بسيطة تخلي لنا الصورة بدل اللي هي صورة ثابتة لصورة متحركة. دي الصورة اللي احنا هنستخدمها في شرح النهاردة، وممكن بعد كده نبقى نعمل كذا فكرة تانية مختلفة برضو لتحريك الصور الثابتة. يلا نبدأ مع بعض ونقول بسم الله. هنبتدي مع بعض نسحب الصورة اللي احنا جبناها معانا، حطها على التايم لاين. اول حاجة احنا قلنا عايزين نعملها ان احنا نخلي النار دي تتحرك بدل ما هي ثابتة. هنروح هنا من الستوك ماتيريالز الموجودة على الكاب كات، وهنكتب فاير. هيجي لنا هنا كذا حاجة لصور النار. نبتدي هنا نختار الصورة دهيت اللي هي فيها كروما، ونسحبها معانا فوق الفيديو بالمنظر ده. هنا مدينا حاجتين اللي هي الخلفية الخضراء اللي هي الكروما، والجزء التاني اللي هو ايه الخلفية السوداء. احنا مش هنحتاج الكروما، هنستخدم خلفيته سوداء. هنبتدي نقص من اول هنا، ندوس على الكيو ونسحب دي معانا في اول الفيديو. ازاي بقى هنخلي الخلفية بتاعتها شفافة بحيث ان احنا ندمجها مع الصورة اللي وراها؟ هنختار صورة النار، ومن البليند هنا هنختار المود بتاعنا سكرين بالمنظر ده، ونبتدي نصغرها ونحطها فوق النار اللي عندنا حاجة زي كده. طبعا انتوا هتلاقوها ايه شكلها مختلف، فاحنا ممكن نبتدي يعني من هنا من اليونيفورم سكيل ديت نشيل اللي تشكل عليها، بحيث ان احنا نبتدي نطول براحتنا ونلعب ايه في النار، بحيث ان هي تبقى شكلها مماثل للنار اللي تحتها حاجة مثلا بالمنظر ده كده. تعالوا نشوف كده شكلها عامل ازاي، حاجة زي كده. كده ايه النار عندنا ابتدت تتحرك. ممكن كمان من الادجستمنت نزود الساتوريشن بتاعها شوية بحيث ايه تبقى متوهجة اكتر كده بالمنظر ده. حلو اوي كده، تمام. نبتدي بقى نعمل شوية تعديلات كمان. احنا الطبيعي وجود النار ديت هيعمل انعكاس على البيت ده، عايزين نصهره دلوقتي. هنشوف مع بعض هنصهره ازاي. نبتدي ناخد نسخة من اللاير بتاعت البيت، ندوس على الالت ونسحب بالمنظر ده، ونسيب برضو النار هي اللي فوق. احنا كل اللي احنا عايزينه الجزئية بتاعت البيت اللي هي ايه قدام النار اللي احنا هنعملها كأنها فيها فلاش كده بسبب النار. هنختار هنا اللاير بتاعت البيت اللي احنا قررناها، ومن فيديو هنا هنختار الماسك نعمله دايرة. نختار بس الجزئية بتاعت البيت من قدام اللي احنا عايزينها يبقى فيها الإضاءة بتاعت النار. نبتدي هنا نزود الفيذر بتاعنا شوية بحيث ان يبقى فيه دمج، ونحط لها افكت هنا من قائمة افكت. نبحث عن افكت اسمه ستروب اللي هو ده اهو، اللي هو هيعملك الفلاش اللي احنا عايزينه بتاع النار. هنضيفه لللاير بتاعت البيت عندنا. تعالوا نشوف شكلها كده بالمنظر ده. ممكن برضو عشان ندمجه مع الصورة اللي تحته كويس، من بيزك هنا نختار برضو سكرين، نشوف كده النتيجة النهائية. متهيألي كده ايه جميلة ظابطة معانا، عملك اضاءة كده للنار على البيت يحسسك ان فعلا في نار. ايد ممكن نعمل ايه تاني عشان نحرك الصورة بتاعتنا؟ هنلعب هنا في السماء مثلا. انا هختار برضو من الستوك ماتيريال، هكتب هنا ايه ستارز بحيث ان انا اضيف شوية نجوم في السماء كده بتتحرك. اختار مثلا حاجة زي كده، هاخدها معانا على التايم لاين. انا عايزة لحد هنا بس، فهقطعها هدوس على الدبليو، وهبتدي اعمل ماسك اختار هوريزونتال. انا عايزة الحتة اللي فوق دي بس. من السهمين دول هنبتدي نلعب في الفيذر بحيث ان احنا نعمل دمج حاجة كده بالمنظر ده. اعمل لها بس شوية روتيشن كده عشان متنزلش تحت قوي، حاجة زي كده مثلا. بس طبعا هنا البيت بقى فيه زي نجوم فوقيه، فاحنا ناخد لاير تانية للبيت من اللاير الاصلية اللي هنا. ندوس برضو على الالت وناخد منها نسخة ونحطها، بس خلي بالكم النسخة بتاعت الاضاءة بتاعت النار اللي على البيت نسيبها ايه فوقيها. والنسخة اللي احنا عملناها زيادة ديت هنيجي هنا من بيزك
نعملها remove background، نعملها auto removal. هي كده مفروض ان هي انضافت. ناخدها عندي اسحبها فوق اللاير بتاعت السما، بحيث ان هي ايه ما يبقاش فيه نجوم فوقيها بالمنظر ده. كده البيت بقى واضح معانا، والنجوم بقت ورا البيت كأنها فعلا على السما. تعالوا نشوف النتيجة كده معانا بالمنظر ده، متهيألي جميل. ممكن برضو نبتدي نعدل بس الماسك شوية، بحيث ان احنا نرفعه حاجة بسيطة عشان برضو ايه ما نجيش على الجبال اللي ورا دي جامد. بالمنظر ده جميل كده، الشغل ايه مفيش اي مشكلة. طبعا انتوا هنا لاحظتوا ان احنا اي ما خدناش بالنا برضو، سحبنا اللاير بتاعت البيت فوق اللاير بتاعت السما، فالاضاءة اللي احنا كنا عاملينها للنار على البيت مش موجودة. فاحنا هناخدها هنا هنرفعها فوق نحطها ايه فوق خالص بالمنظر ده كده. تعالوا نشوفها كده، كده رجعت تمام. تمام كده، يبقى احنا كده مرتبين اللايرز بتاعتنا، اللي هي اول حاجة فوق الاضاءة بتاعت النار المعكوسة على البيت، واللي تحتها اللي هو البيت اللي شايلين له الباك جراوند بتاعه، وتحتهم بقى حاطين السما وبقت ايه اللايرز بتاعتنا. تمام كده، هنعمل هنا برضو نقطة ايه ظريفة، يعني هي ممكن متظبطش قوي بس تدي منظر، اللي هي هنخلي كده مثلا في النص الشباك اللي فوق ده كأن حد جوه قاد النور، بحيث ان ايه انت شغال كده عادي الفيديو وتيجي في النص نور الشباك اللي فوق ده ينور. دي ممكن نعملها ازاي؟ هنسحب برضو نسخة من البيت الاساسي عندنا، برضو ندوس على الت ونسحب بالمنظر ده. هنعمل ماسك، هنختار المرة دي الريكتانجل وهنصغره كده بالمنظر ده. هناخد بس ايه شباك صغير من دول المنورين بالفعل، حاجة زي كده. ممكن حتى نعمل زوم معانا عشان نشوف كويس، حاجة بالمنظر ده، ونزود الفيزر بتاعه شوية كده. ومن بيزك هنا نبتدي نختاره ونطلع بيه لفوق، نحاول نظبطه، نظبط السكيل بتاعه بحيث ان هو يبقى قد اللي تحته. ممكن حتى من البلند مود نعمله سكرين، حاجة بالمنظر ده. تمام، تعالوا بقى نرجع تاني زوم اوت، نخلي اللاير دي ما تظهرش غير مثلا هنا ايه بعد ما نشغل جزء من الفيديو. تعالوا نشوفها كده النتيجة. هنا الصورة عادي شغالة معانا، ويجي في النص كأنه ايه ادي النور. نشوفها تاني، ممكن برضو نحاول نظبطها شوية، حاجة بالمنظر ده كده. هي طبعا مش هتظبط 100% يعني، بس ايه هتدي المنظر اللي احنا عايزينه. كده احنا تقريبا عملنا كل الحركة اللي احنا عايزين نعملها. ممكن بقى ايه نعمل كنترول ايه، ناخد اللايرز كلها كليك يمين، نعمل كرييت كومباوند كليب، حاجة بالمنظر ده، ونيجي نزود السكيل شوية، حاجة زي كده مثلا، ونبتدي نعمل هنا كي فريم للترانسفورم، وعلى اخر الكليب نعمل كي فريم تاني ونوديه الناحية التانية، بحيث ان الصورة تتحرك معاك كأن الكاميرا بتتحرك، ويديك ايه روح للصورة احلى، حاجة بالمنظر ده. كده احنا تقريبا عملنا الصورة المتحركة. احنا بقى ايه لو احنا عايزينه فيديو، ايه اللي هيحسسك ان الصورة فيديو؟ الايه الساوند افكت. هنا من اوديو نجيب الساوند افكت، نعمل ايه مثلا احنا عايزين اللي هي ايه صوت يحسسك ان ده صوت ليل. ممكن مثلا نكتب نايت، نكتب جنبها نيتشر، نشوف كده هيطلع لنا ايه الاصوات اللي موجودة. تعالوا مثلا نسمع حاجة زي كده، هي بالصوت ده كويس. هسحبه معايا ياخد بس الجزئية اللي انا محتاجاها، نمسح الباقي، اوطي برضو الصوت شوية بحيث ان هي كأنها صوت في الخلفية، حاجة زي كده. تعالوا برضو نشوف حاجة تانية زي دي برضو، تمام. ممكن نسحبها معانا برضو، نمسح الجزئية الزيادة. انا ممكن برضو اعملها شيفت بس كده شوية بحيث ما يبقوش فوق بعض قوي، حاجة زي كده، ونمسح الزيادة. تعالوا نسمعها كده مع بعض، تخيلي كده اداك احساس ان هو ليل. برضو ممكن نوطي الصوت شوية يبقى حاجة زي كده، على اساس ان هو صوت في الخلفية. تعالوا ممكن نعمل صوت ايه تاني، ممكن نعمل صوت النار نفسها عشان يحسسك ان في نار. ايه ده، ندور على فاير. يعني نشوف الصوت ده كده شغال، نسحبه معانا وبرضو نقص الجزء الزيادة، ونوطي الصوت شوية برضو على اساس ان هو صوت في الخلفية، حاجة بالمنظر ده. تعالوا بقى نشوف النتيجة النهائية، متهيألي جميل. احنا ممكن برضو حاجة تانية، اللي هي عند اللحظة اللي هيقيد فيها النور اللي هي هنا، نبتدي نحط برضو صوت كأن ايه احد بيدوس على زرار النور فبيقيد. نجيب مثلا صوت كليك، نختار مثلا كليك زي دي كده،
ونسحبها معانا، نشوف بقى الثانية اللي كان فيها النور بيقيد هنا، ونبتدي نسحب الصوت بتاع الكليك ده معاها بحيث يبقوا مع بعض كده بالمنظر ده. تعالوا بقى نشوف النتيجة النهائية. متهيألي جميلة. ممكن برضو نعمل حاجة زيادة، هي مش مهمة قوي بس ممكن برضو تدي منظر كويس. هنا من الإفكتس ممكن نختار حاجة زي اللي هو الدايموند زوم ده، نسحبه معانا هنا كأنه بيعمل كده فوكس للكاميرا، بس هي طبعا هنا زايدة بزيادة. أنا الإفكت هنا اللي اخترته اسمه دايموند زوم، هبتدي بس أقلله شوية، نقلل برضو الحجم بتاعه شوية، ممكن حتى برضو نخليه على الجزء الأولاني بس. تعالوا نشوف كده، أي ممكن نتحط في حتة أصغر. لو مش عايزين تعملوها برضو ما تعملوهاش، احنا ممكن برضو نعمل لها كي فريم بحيث ان هي تقل معانا، يعني نعمل هنا كي فريم، نيجي على الاخر بتاعها نعمل كي فريم تاني، نقلل فيه القوة بتاعتها خالص والحجم بتاعها خالص بحيث ان هي تدي لك ايه احساس احسن. تعال نجرب كده، ودي كده تبقى معانا النتيجة النهائية. احنا بقى ايه لما نخلص نعملها اكسبورت، نختار الفولدر اللي هنحفظها فيه، ممكن نسميها مثلا نايت، ونعملها اكسبورت. هنا شوفوا احنا ممكن نعملها اكسبورت جي اي اف حاجة زي كده، بس لو شفتوا يعني استنوا تعالوا نشيل الفيديو ده كده، تعالوا نشوف هنا الجي اي اف جايبها لك على الريزوليوشن 240، فالريزوليوشن بتاعها قليلة جدا جدا يعني، فهتطلع وحشة جدا. هنا طبعا عشان تزود الريزوليوشن محتاج يبقى معاك النسخة اللي هي البرو، فاحنا عشان ما نلجأش للحتة ديت ممكن لو انتوا عايزين تعملوا لها جي اي اف هقول لكم طريقة تانية نعملوا بيها وتبقى جودتها احسن. فاحنا خلينا دلوقتي نصدره الاول كفيديو نعمله. تعالوا نشوف النتيجة النهائية. هو طبعا الجزئية بتاعت النجوم والشجر ديت مش مظبوطة قوي عشان الشجر جاي قدامها. طبعا احنا لما عملنا remove background جاب لي الجزئية بتاعت البيت بس، انما ساب شال الشجر، عشان كده هتلاقي النجوم جاية من فوقيه فشكلها مش مظبوط قوي، بس ده طبعا على قد امكانيات الكاب كات، لان خصوصا ان احنا بنستخدم نسخة مجانية يعني مفيش اللي هي الكات اوت اللي احنا بنحدد فيها ايه اللي يبقى معانا وايه اللي مش معانا، ولا عندنا بنتو زي الادوبي بريمير. فاحنا هنا ايه على قد امكانيات الكبكات النسخة المجانية عملنا، فهي متهيألي نتيجة مرضية بنسبة كبيرة. تعالوا بقى نشوف مع بعض لو احنا عايزين نعملها جي اي اف بنسخة حلوة ريزوليوشن كويس عكس الريزوليوشن القليل اللي هو في النسخة المجانية في الكبكات. ممكن بقى هنا من جوجل نكتب بس MP42 GIF، اول نتيجة هتظهر لنا اللي هو موقع اسمه كلاود كونفرت، ندوس عليه. هنا بيقولك select file، هنبتدي نختار الفايل اللي احنا عايزينه اللي هو هنا نايت. هنا بيقولك convert to، هنا من image هنختار gif، ندوس على convert، هنسيبه يحمل كده. هو خلاص خلص التحويل، هندوس على download كده. خلاص الصورة نزلت، تعالوا نفتحها كده نشوفها مع بعض. ودي كانت النتيجة النهائية الجي اي اف، ريزوليوشن عالي جدا كويس قوي. بس كده احنا كده خلصنا فيديو النهارده، اتعلمنا مع بعض ازاي نحول صوره ثابته لصوره متحركه جي اي اف، او لفيديو قصير متحرك بالمؤثرات الصوتيه بتاعته. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. لو عندكم اي استفسارات اكتبولي في الكومنتات، ولو عايزين نعمل لكم اي فيديوهات تانية بتاعت برضو تحريك الصور الثابته دي برضو اكتبولي في الكومنتات. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.